تسمع كرتون يسمى بينتر ريبوت سوف تقول لي هذا الكلام. تقول لي هذا البرنامج سيء، ولكن سوف أقول لك إنها أفضل نسخة لبينتر بالنسبة لي. سوف ترى الآن. يا أهلا بك أنا عمر، وهذه هي مراجعة بينتر ريبوت. هل هو سيء أم جيد؟ خلونا نبدأ. دعنا نتحدث عن الموسم الأول. سوف تقولون لي هذا الموسم سيء، ولكن أنا أراه جيد. جيد إلى حد ما، وليس بتلك السوء كما يظن البعض. أما إذا سألتموني عن الموسم الثاني فهو كان رائعا حقا، خاصة حلقة الإيمان بريدل. أقول لكم لماذا الموسم الأول جيد؟ انظروا إلى هذا القتال. الذين يسخرون من بيت الريبوت ويقولون أنه برنامج سيء فهم مخطئون. في الموسم الثاني فتطور الحال وأصبح أفضل من الموسم الأول وكان ممتازا بالنسبة لي. اختتموه في هذه النهاية. ونسخة ثانية توين ديفنتين رغم أنه أبغريد لكن فسوف يظل أفضل. والآن ننتقل إلى الموسم الثالث. أعجبني كيف تم ظهور هيومان قصور وراث وسلاب بورد. وللتوضيح كانت سلسلة بينتين ريبوت أول سلسلة أتابعها من بينتين، ومن بعدها عرفت على ما بينتين وبينتين كلاسيكي وكلها لفضل بينتين ريبوت. والفضائيون الجدد الرائعين خاصة سلاب بورد لم يكن موجودا في المواسم السابقة، فهو فضائي جديد كليا. أعجبني كيف تم ظهور كيفن، يعني انظروا إلى هذا المشهد من حلقة الماضي. بني كيف أن بين أصبح في صف فرافر نايت، والحلقة الثانية كان فيها مشهد قتالي رائع ينقلب فيه بين على فرافر نايت. انظروا. عجبني السفر عبر الزمن، كان شيئا جديدا لبين كريبوت خاصة. ضد الكون.